واستقبل سمو حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي محمد جاسم المرزوق ونائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية عبد العزيز سعد إسحاق والسادة أعضاء المجلس. وقد قام سموه رعاه الله بتدشين مركز الجواد العربي بيت العرب حيث قدموا لسموه رعاه الله شرحا حول ما تم من أعمال تطور وتأهل تحت إشراف وتنفيذ الديوان الأميري للمرافق المختلفة منها مبنى الإدارة ومبنى المكتبة والأسطبلات والعيادات مع إنشاء مبنى المسجد وميدان العرض الرئيسي وسكن الأطباء ومساحات شاسعة من الطرق والزراعات التجميلية مع التركيز على الزراعات التي تمثل البيئة الصحراوية. حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار والوكيل المساعد لشؤون الجواد العربي ومدير عام المركز الشيخة سارة فهد الدعج الصباح. طول عمر احنا زيارتنا هذه صراحة جايين نتشكر منك. أنا أخواني أعضاء مجلس أمناء مركز الجواد العربي طبعا جايين نمثل كل محبين ومربي الخيل العربية سواء كان ذلك في الكويت أو في العالم أجمع. من خلال دعمك طويل العمر للجواد العربي بشكل عام، من خلال دعمك لنقل تبعية مركز الجواد العربي إلى الديوان الأميري، ودعمك السنوي لتشغيل مركز الجواد العربي، بالإضافة إلى رعايتك يا طويل العمر إلى مهرجان الجواد العربي السنوي. خلال الفترة السابقة طويل العمر تم عمل 6 بطولات في دولة الكويت، وهذا عدد غير مسبوق يعني في العالم من حيث عدد البطولات اللي تم عملها. أولاً احنا مقدرين لكم هذا النشاط، يعني النشاط اللي يعني نشاط مش هو محلي فقط، نشاط عالمي تقدر تتنافس بالعالم في هذا الموضوع. والشكر لكم بأنكم قمتم بهذا الموضوع بدون مقابل وبدون أي شيء، وهذا ما يجعل أن حرصكم على بلدكم وحرصكم على يعني إثراء الهواية هواية الخيل، والخيل مبروكة مبروكة في كل محل. فبارك الله فيكم، أتمنى لكم كل التوفيق.